مصطفى شوبير قولا واحدا هو اللي اهل النادي الاهلي من دور ربع النهائي، مع سوء الاداء، مع سوء التكتيك، مع سوء التخطيط، مع سوء اللاعبين، مصطفى شوبير هو اللي بيأهل النادي الاهلي الى دور النصف النهائي قولا واحدا. واي حد لازم يقول كده، رغم سوء الاداء ورغم سوء التكتيك من مارسيل كولر، النادي الاهلي بيقدر ان هو يفوز على سيمبا التنزاني في القاهره بهدفين، هدف في الدقيقه 47 وهدف في الدقيقه 96. سيبك من هدف كهربا اللي جه من ركله جزاء، وخلينا نتكلم عن المباراه ما قبل هدف كهربا، وخلينا نتكلم عن الاداء السيء اللي الاهلي بيظهر فيه الفتره الاخيره، ومع حسن حظ النادي الاهلي وحظوظ النادي الاهلي ان هو يمتلك حارس مرمى بقوه شوبير وبقوه تصدياته، ويمتلك حظ ان هو يقدر يخطف هدف من اي كره، هو ده اللي اهل النادي الاهلي النهارده. لان لولا هدف عمرو السوليه ما كناش هنشوف النادي الاهلي بيتاهل بنسبه 60 أو 70%، لان سيمبا في الشوط الاول ما بعد الدقيقه 20 بدا ان هو يلعب كوره ويمشي المباراه على مزاجه، ولكن تفصيلات صغيره جدا ادت لفوز النادي الاهلي، وسوء اداء وسوء تكتيك من مارسيل كولر، وكمان ان انت بتلاعب فريق زي سيمبا التنزاني تكتيكيا وفنيا هو فريق جيد ما يستحقش ان هو يكسبك كنادي الاهلي. ولكن على اي حال الاهلي بيتاهل الى دور النصف النهائي، فعايزك تنزل حالا بلا فعلا تحط لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب في القناه، وخلينا نتكلم عن المباراه بشكل تفصيلي. لو رحنا للتابلت وقلنا عن الاستحواذ ما بين الفريقين، فكان الاستحواذ 57 لسيمبا 43 للنادي الاهلي. التسديدات على المرمى بشكل صحيح فهي 4 للنادي الاهلي و2 لسيمبا. الاربعه بتوع الاهلي منهم 2 بتوع الاهداف، اللي هو هدف من ركله جزاء وهدف من عمرو صليه، ولكن اجمالي التسديدات فتلاقي 11 لسيمبا و7 للنادي الاهلي. اما بقى عن ايقاف التصديات او التسديدات للتصديات بتاعه اسمه ايه ده مصطفى شوبير، فكان عنده 4 تصديات، والاربعه كان منهم 3 في الشوط الاول وواحد في الشوط الثاني. هنتكلم عن ده كله بالتفصيل، وافضل ما رايناه في الشوط الاول لمصطفى شوبير والنادي الاهلي، ولكن نكمل الارقام الارقام اللي توضح لك السوء الاداء اللي هنتكلم عنه للنادي الاهلي. لو اتكلمنا عن الفرص الخطيره فتلاقي ان فرصتين لسيمبا وفرصه واحده للنادي الاهلي اللي جه منها الهدف. التسديدات من خارج منطقه الجزاء فتلاقي 7 لسيمبا، واحده بس للنادي الاهلي على مدار المباراه. شفت الارقام، شفت الاحصائيات، تعالى بقى نتكلم الكلام بتاعنا. الكلام بتاعنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان النادي الاهلي قدم مباراه سيئه جدا كما كانت مباراه الذهاب اللي كانت في تنزانيا. مباراه الذهاب مشيت بستر ربنا، وقدر كوكا بهدف خطفه بردك في الشوط الاول قدر ان هو يخلي النادي الاهلي راكب المباراه شويه، ولاعيبه سيمبا بتلعب بتسرع حبتين. اما عن المباراه بتاعه النهارده فانت بتلاقي ان النادي الاهلي بيبدا المباراه بشكل نوعا ما هجومي، بشكل نوعا ما انا عايز اجيب جون، ولكن استحواذ النادي الاهلي في خط النص بتاع الملعب او في خط الوسط استحواذ كان سلبي جدا جدا جدا، وما كانش استحواذ موجود بشراسه. لقينا ان سيمبا التنزاني بيقدر ان هو يمتلك الكوره، بيقدر ان هو يقف على رجله، وبيقدر ان هو يمشي المباراه بالريتم على مزاجه، وقدر سيمبا التنزاني يعمل ده. وبعد مرور 15 او 17 دقيقه بدا ان سيمبا يمسك الكوره ويمشي الامور على مزاجه، وبدا ان سيمبا هو الاخطر في المباراه، وهو اللي بيبدا يروح على مرمى الاهلي اكتر ما الاهلي بيوصل لمرمى سيمبا. كمان شفنا ان الاهلي اما كان بيوصل كان بيتعمل عليه خط الاوفسايد من دفاعات سيمبا بشكل كويس جدا، واللاعبين كانوا بيقدروا يعملوا بشكل رائع. 3 4 كور ورا بعض من النادي الاهلي ومهاجمين النادي الاهلي قدروا ان لعيبه سيمبا توقع المهاجمين في التسلل وفي مناطق التسلل عشان ما يقدروش النادي الاهلي يقدر يسجل جون. ولكن ده يبين لك ان القوة الهجوميه عندك والحلول الهجوميه اللي عندك ما كانتش موجوده في مرمى سيمبا النهارده. حلول فرديه من الهجوم لابد ان تتواجد عند حسين الشحات، اللي في الفتره الحاليه يعني عايز اقول لك ان هو خارج المباريات وخارج كره القدم في الفتره الحاليه، واكيد بسبب المشكله اللي مع الشيبي لاعب بيراميدز. ولكن حسين الشحات في الفتره الحاليه وفي الوقت الحالي، فاحنا شفنا ان النهارده المباراه لحسين الشحات مباراه سيئه جدا، ما ظهرش غير في الكره الاخيره اللي قدر يتحصل بسببها على ركله جزاء بسبب تدخل عنيف جدا من المدافع بتاع سيمبا التنزاني. عن ذلك حسين الشحات ما بانش في المباراه. لو شفت ان الشوط الاول بعد الدقيقه 20 انت لقيت ان سيمبا بدات تهاجمك، لقيت ان سيمبا بدات تمسك كوره، لقيت ان سيمبا بدات تلعب كوره عليك انت كنادي الاهلي، فين بقى تدخلاتك التكتيكيه كمارسيل كولر او كمدير فني واقف على الخط شايف الملعب، شايف ايه اللي بيحصل يمين وايه اللي بيحصل شمال؟ فين انت التكتيك بتاعك
اللي تقدر تبلغ ان عمرو السولية ارجع لورا شوية مع مروان عطية علشان تلعب باتنين ديفندر ساقطين لورا، يقدروا ان الاتنين دول يعملوا كتلة دفاعية او عدد كبير دفاعي، يقدروا يطلعوا بالكرة من ورا لقدام بشكل صحيح افضل ما انك كنت بتستلم الكرة في مناطق الدفاع بتاعتك وبتبدأ ان انت تطوح الكرة او تلعب كرة عرضية طويلة للمهاجمين اللي بيبقوا طايرين اصلا قبل ما الكرة تجيلهم. فعشان كده كنا بنشوف عدد اوفسايد كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. دي نقطة. النقطة التانية، انت عندك حارس مرمى بسم الله ما شاء الله وشالك في المباراة الاولى وشالك في مباراة النهاردة، وهو اللي اهلك من دور ربع النهائي. مصطفى شبير قولا واحدا هو اللي اهل النادي الاهلي من دور ربع النهائي، مع سوء الاداء، مع سوء التكتيك، مع سوء التخطيط، مع سوء اللاعبين، مصطفى شبير هو اللي بيأهل النادي الاهلي الى دور النصف النهائي قولا واحدا. واي حد لازم يقول كده، لان مصطفى شبير لولاه في الشوط الاول كان الاهلي على الاقل هيخرج لابس جون او جونين في الشوط الاول من لاعبي سيمبا. سيمبا التنزاني اللعيبه ما عملتش الحاجه الواو قوي، ولكن لقت قدامها فريق مستسلم. النادي الاهلي النهارده كان مستسلم وسايب لهم الكوره واكنه صاعد واكنه جاي من تنزانيا انا متاهل. لا ده انت 1-0، يعني هو لو حط جون اتعادل معاك وهيلعب معاك ضربات جزاء. انت ما عملتش حاجه تذكر في المباراه غير هو الهدف بتاع السولية والكوره بتاعت الشحات اللي خدت منها ضربه جزاء. غير كده انت ما عملتش اي حاجه كالنادي الاهلي كبطل افريقيا كبطل القاره. في الشوط الثاني في اول دقيقه احنا لقينا ان رضا سليم مبدل مع حسين الشحات، رضا بيلعب الناحيه دي والشحات بيلعب الناحيه دي. من اول كوره في الدقيقه 46 وكسور بتلاقي ان رضا سليم بيستلم الكوره وبيجري بيها بيديها لمودس اللي كان بيتحرك النهارده تحركات كويسه جدا 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 ما بين الخطوط في لعيبه سيمبا التنزاني. مودست بيسلم الكوره بيريحها اللي جايه من ورا لقدام علشان عمرو السولية يشوت شومه تطوح سيمبا بره افريقيا ويسجل هدف ويصعد النادي الاهلي. بعد الهدف ده انت خلاص انت كسبان 1-0 على ارضك و1-0 بره ارضك، فانت محتاج ان سيمبا تجيب 3 اهداف عشان تكسب. ما فيش حاجه اسمها يتعادلوا، ان بالحسابات مش هيتعادلوا، اي حسابات مش هيتعادلوا، لان الهدف من بره او بره ارضك ما زال الهدف بهدفين في قاره افريقيا. كفايه سيمبا كان محتاج 3 اهداف وده صعب يعمله في شوط واحد قدام النادي الاهلي، فالهدف ده كان رصاصه الرحمه بالنسبه له اللي هو انت خلصتني كده من بدايه الشوط الاول. الهدف ده بقى كان المفروض او كان منتظر ان النادي الاهلي نازل يلعب على الهدف ده، نازل يلعب عايز يسجل الهدف ده وسط الحضور الجمهوري وسط الاداء اللي انت بتلعب بيه على ارضك. كان المفروض يبقى اداء افضل من ده واداء اعلى من ده، ولكن ده ما شفناهوش من النادي الاهلي ومن لعيبه النادي الاهلي. ما شفناش اداء كويس من النادي الاهلي، ما شفناش اداء كويس من لعيبه النادي الاهلي، شفناش تكتيك كان موجود في ارض الملعب من مارسيل كولر اللي ماشي معاه بالبركه. ايوه انا بقول لك مارسيل كولر اليومين دول والمحبه الماتشات الاخيره ماشي مع مارسيل كولر بالبركه وبتمشي وبتيجي وبيكسب. هو ده اللي بيحتاجه الجمهور النادي الاهلي، بيحتاج ان هو يكسب. غير كده انا ما شفتش واحد بيطلع يهاجم مدير فني عنده في الاهلي بالذات لو ما بيلعبش كوره. ومع احترامي للجميع مارسيل كولر ماشي معاه بالبركه والنادي الاهلي رغم سوء الاداء اتاهل لنصف النهائي، وهو ده المطلوب ان انت تكسب وتتأهل وتتخطى المراحل الصعبه دي ومباريات البيك اوت او النيك اوت. ولكن انت كالنادي الاهلي لازم تلعب بشخصيتك، لازم تلعب بشخصيه البطل، لازم تلعب على الاداء والروح والعزيمه والاهداف كمان، مش تلعب انت تسجل هدف وتتراجع وتسيب الكوره لفريق اسمه سيمبا التنزاني. اي نعم فريق جاي جدا قدم مباراتين كويسين جدا جدا جدا، المباراه الاولى بتاعتهم مضيعين بتاع 5 اهداف شايلهم مصطفى شوبير، والمباراه الثانيه مضيعين في الشوط الاول بتاع 3 اهداف. ولو الشوط الثاني ما كانش النادي الاهلي سجل كان ممكن يقدر سيمبا بشكل كبير جدا ان هو يسجل ويقدر ان هو يحط هدف او يقدر ان هو يباغت النادي الاهلي ويوصل اكتر من مره في الشوط الثاني. ولكن انت لما سجلت هدف الامور ضاعت ورصاصه الرحمه اطلقت في صدور جميع لاعبي سيمبا التنزاني واستسلموا تماما، ولقينا ان المباراه بقت على الارض باصي باصي روح هات تعمل بس. هو ده، هي دي كانت مباراة النادي الاهلي وسيمبا التنزاني، هي دي المشوار دور ربع النهائي ما قبل نصف النهائي. النادي الاهلي بيقدر ان هو يتأهل وينتظر الفائز ما بين مازيمبي وبيترو اتلتيكو. لو مازيمبي يتأهل بكره قدام بيترو اتلتيكو فممكن تكون مباراة مباغتة جدا للنادي الاهلي ينتظرها يوم 20 ابريل القادم بعد ايام قليلة وبقدوم العيد وبانتهاء رمضان. احيي الامة الاسلامية كل عام وانتم بخير. وهكذا كان الفيديو بتاعنا عن مباراة النادي الاهلي وسيمبا التنزاني اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. وده الفيديو بتاعنا وهي دي الحدوته بتاعتنا وهي دي حكايتنا عن مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. لو عجبك الفيديو بقى فخليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي. انزل حالا بلا فلن، حط لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. دمتم في امان الله.